أيام قليلة جداً ونحتفل بذكرى قريبة جداً جداً من قلوبنا، ذكرى اليوم اللي تحدى فيه المصريون التحدي نفسه، وده إدراكاً منهم وبحسهم التاريخي العريق إن جسامة التحديات لا تعني أبداً الهروب ولكنها تعني المواجهة. في الفترة من 20 يونيو ل 30 يونيو انتفض الملايين من الشعب المصري العظيم، رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم المتآمر أو خاين. فكانت ثورة يونيو اللي كتبت تاريخ جديد لمصر يستحق بالفعل أن نفتخر به. والسؤال اللي دايماً بنفتكره، يا ترى إيه اللي كان ممكن يحصل لو ثورة يونيو دي ما حصلتش؟ إيه اللي كان ممكن يحصل لو ثورة 30 يونيو دي ما نجحتش؟ كل صحفي وكل إنسان عايش بينا لديه أسرار وحكايات كتيرة جداً، ومعظمها حكايات مأساوية عن ماذا كان قبل ثورة يونيو. عشان كده هتلاقي عدد كتير جداً وكبير قوي من الصحف بتكتب عن هذا الحدث من دلوقتي ويمكن كمان من فترة ومستمرة معانا شوية، لأن ذكريات لا تنسى أبداً. بوابة الأهرام كان في عنوان لها حتى لا ننسى جرائم الإخوان، كيف تحول مكتب الإرشاد إلى مأوى للإرهابيين. موقع الوفد كمان كان فيه عنوان له 30 يونيو ثورة غيرت مجرى التاريخ، وده الحقيقة يمكن الوصف الدقيق جدا اللي حصل بالفعل. أما اليوم السابع فكان فيها ملف بعنوان 30 يونيو 7 سنوات على إنقاذ مصر. خلونا كده نعرف تفاصيل أكتر، والسؤال اللي بيطرح في الأذهان، ماذا لو لم تقم ثورة يونيو؟ ماذا لو لم تنجح هذه الثورة؟ الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ أكرم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أولا كل سنة وحضرتك طيب، لأن إحنا داخلين على ذكرى غالية جدا علينا بتخلينا نشعر بالفخر إن إحنا كلنا كنا جزء مهم جدا في هذا الحدث المهم. صحيح. تفتكر إيه في هذا اليوم ويعني ذكرياتك وخوفك وإن ما تنجحش الثورة وخوفك إنها ما تحصلش أصلا وتفوقك بنجاحها، إيه اللي تفتكره في اليوم ده؟ والحقيقة الواحد بيرجع للورا شوية، للإعلان الدستوري، لبعض التفاصيل اللي يمكن بعض الناس نسيوها في ازدحام الأحداث والتفاصيل خلال ال7 سنوات اللي فاتت، لأنه الحقيقة كانت تفاصيل مرعبة وكان في تهديدات طول الوقت، وشفنا أحداث طائفية، أحداث عرقية، يعني تعبئة ونشر للكراهية والصدمات، مصادرات على الهوية، أشياء يعني تصريحات طول الوقت بيتكلموا على إنه في عاوزين يعملوا ميليشيات موازية للشرطة والجيش، عاوزين يعملوا ناس أخوانا للمصالح والمناصب والتجارة والصناعة وغيره، في رهن لمقدرات البلد للخارج، في تركيبة غريبة، ويمكن بعض الناس ما كانوش يتصوروا إنه في تنظيم أو جماعة بهذه الطريقة من التفكير، لدرجة إن هم أصبحوا بيأيدوا العنف، بيأيدوا الإرهاب، بيأيدوا الغزاة، بيأيدوا أي حاجة ضد مصر، بيأيدوا قرب مصر. يعني حتى لو حد ده لو تيار ديمقراطي على سبيل المثال وحصل ضده شيء وعاوز يسعى، كان ممكن بيسعى في سياق ديمقراطي وأخذ ورد، وكانت الدنيا ممكن تبقى مختلفة. لكن هؤلاء الناس الذين يتحدثون عن الثورة وعن الديمقراطية لا علاقة لهم بهذا، وكانوا يرسمون على تفكيك هذا البلد ومحو هويته وتحويله الحاجات زي اللي احنا شايفينها حوالينا في سوريا، في ليبيا، في اليمن، انه يبقى الدنيا مفككه. واظن انه كانت مصر ربما لو احنا فاكرين كويس في احتفالات اكتوبر 2012 كان في الاستاد قتلت الرئيس السادات اللي هو صنع النصر وقتها، كانوا بيحتفلوا وكانوا بيتكلموا على انه عاوزين يودوا متطوعين ومقاتلين لسوريا. يعني احنا كنا عاوزين نعمل عصابات ونروح نزود ما يجري في سوريا وندخل يروح ناس للقاعده ولداعش. يمكن الناس نسيت هذا الامر ونسيت قد ايه كان في محاوله للمحو، يمكن وقتها ما كانتش لحقت، لانه بعض الناس ممكن يبص يشوف انه 30 يونيو دي كانت موضوع بسبب الاقتصاد او بسبب المشاكل الاقتصاديه والفشل الحكومي والفشل الاداري، كل ده ممكن يبقى وارد. بالمناسبه كل ده كان ممكن يبقى موجود ويبقى في مشاكل، واحنا عارفين انه الاقتصاد كان محتاج مشاكل، ولكن كان يبقى في
نية سليمة، لأن الإخوان انقلبوا عن كل من ساندهم وأطاحوا بيهم وتأمروا عليهم، وأظن إنه الناس اكتشفت ده، الناس اللي بعد كده وقفوا ضدهم. والحقيقة إنه زي ما أنت بتقولي المخاوف وغيره، الحقيقة إنه كان في اطمئنان متبادل، لأنه في فئات مختلفة، حتى الناس اللي كانوا ما كانش ليهم علاقة بالسياسة اللي هم كانوا حزب الكنبة، ودي كانت لافتة جدا، إنه في ناس بدأوا ينزلوا، بدأوا يحسوا إن هم خايفين على حاجات، على تراث وعلى أفكار وعلى هوية بلد كده. فالفكرة هنا إيه؟ الفكرة ما هياش كانت اقتصاد أو صراع سياسي أو محاولة لإطاحة ناس، لا، الحقيقة إن هم كانوا ممكن يستمروا لو هم تيار سياسي طبيعي بياخدوا ويدوا. وعلى فكرة حتى شهاداتهم بالمناسبة اللي بعد كده واللي موجودة على قنواتهم دلوقتي بتؤكد الكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان وزير الدفاع، وقال انني لم اتامر عليهم، بالعكس كنت بساندهم وكنت بتكلم على حمايه الدوله وعلى ان الناس لو سابوا تقنياتهم، يعني ما كانش في سابق نيه كما يحاولوا الترويج الان، لانه الشعب طلع على فترات زي ما قلت الاعلان الدستوري اللي بيصدر القضاء، شفنا قد ايه كانوا بيحاصروا مثلا المحكمه الدستوريه وحولوها الى منشر غسيل. كانوا بينكروا ان هم مدينة مين بينكروا ايه؟ ما هم معروفين وكانوا موجودين. لا، ما هم بعد كده اعترفوا وهم مش واخدين بالهم برضو، اصل هم ليسوا من الذكاء العميق يعني. عمرها ما حصل. فالحقيقه انه اذا احنا عاوزين نتوقف عند ده للمستقبل، لان دايما احنا بنتكلم عن المستقبل، مصر واخده بعضها وماشيه بتتساقط التفاصيل. يعني احنا شفنا انه الحقيقه انه كان في جرأه لدى الرئيس عبد الفتاح انه يساند الشعب، لانه ناس كثيره كانت خايفه، لانه كان في تهديدات، لو انه انت بتقولي لو فشلت كان هيبقى في مشانق، كان هيبقى في حروب اهليه، كانوا بيفكروا. احنا شفنا يقول لك جيش حر موازي، ما عندهمش اي مشكله انه يفككوا الجيش، يفككوا الشرطه، يفككوا في سبيل انه الجماعه تنتصر، اللي هو ما الوطن الا حته من تراب عافن. شايفينهم دلوقتي اردوغانيين اكتر من الاتراك نفسهم مندهشين. فالفكره ازاي واحد كان عاوز البلد، يعني حتى الناس اللي كنا ضد الاخوان وكانوا بيعارضوهم، عمر الواحد ما تمنى ان البلد تخرب، عمر الواحد ما تمنى ان يبقى في مشكلات، عمر الواحد ليه؟ لانها بتيجي على اهله. فالفكره هنا ايه؟ الشجاعه الحقيقيه 30 يونيو هو شجاعه اتخاذ قرار، وبعد ذلك التفاصيل اللي جات في جرأه التعامل، لانه ما لم يكن هناك، يعني بقول ان هم قال لك ايه؟ الشعبيه ده بالحديد والنار. طيب هل في واحد كان يقدر يعمل اصلاح اقتصادي بالشكل ده لولا انه في قطاع من المواطنين اغلبيه بتساند ده وتحملوا الحقيقه الم ضخم واجراءات مؤلمه في الكهرباء اللي كانت بتتقطع وكده، وتم حلها الصراعات المختلفه الاقليميه، وازاي في دوله بتتعامل، احنا شفنا ناس بيسربوا معلومات وتحركات الجيش المصري ومستندات مصريه الى دول زي قطر وتركيا. شفنا قناه السويس كانت ترهن وكانت ممكن تتحول الى ملكيه خاصه للقطريين والاتراك مثلا، كان ممكن يبقى في تدخلات سياسيه مع اطراف ان احنا نورد ناس مقاتلين لسوريا ارهابيين ويبقوا في داعش ويبقوا في القاعده. شفنا جنودنا بيتخطفوا وفي اتفاقات، شفنا في تحركات من اجل مساندتهم بعد 30 يونيو، وازاي انه كان في عمليات تفجير ومديريات الامن وقتل للضباط والشرطه اللي دفعوا ثمن كبير جدا الجيش والشرطه. الحقيقه شفنا النهارده قد ايه استقرت الامور والامان، وهذه التنظيمات البرزانيه انتهت تقريبا الا قليلا، يعني على هامش الهامش، وكانوا بيتحدوا وكانوا متصورين انه هيهزموا البلد. شفنا تحالفات مختلفه ومحاولات لحصار الدوله وغيره. والحقيقه انه يعني الناس دايما، احنا مش بنتكلم عن فرد الحقيقه، لانه ما كانش في افراد هنا، كان في شعب بيتحرك، القوات المسلحه زي ما كانت بعد 25 يناير بتلبي طلبات الشعب وتتحرك لمصلحته، هي نفس الفكره اللي هم بيحاولوا يروجوا، يقول لك حكم عسكر وهذا الكلام، هذا الكلام غير موجود، لانه القوات المسلحه اللي تدخلت في يناير هي اللي تدخلت في يونيو الحقيقه بنفس الطريقه. بالعكس المصير كان في يونيو قبل يونيو أسوأ، لأن احنا كانت المنطقة يعني في فوضى لسه، في صراعات وتنظيمات إرهابية كتير جدا، كنا بنشوف في عهد الإخوان نفسه في تنظيمات الإرهابية بتطلع وتعمل عروض عسكرية في شوارع العريش وغيره وعربيات والرايات السوداء، شفنا ده.
شوف ده كان ممكن صحيح. يبقوا بيعملوا عروض عسكريه وعروض لسيارات الدفع الرباعي للغايات السوداء في الشوارع، زي ما شفنا في ليبيا، شفنا في سوريا، شفنا انتزاع مناطق من العراق، شفنا الدوله ازاي بتسقط في بيتها وتتفكك مؤسساتها وتتحول الى دوله طائفيه، وصراعات بينيه وتحترق ذاتيا من خلال ده. الحقيقه انه 30 يونيو وقفت كل ده، وقفت الكثير من التفاصيل اللي هو يعني المصريين الحقيقه هم كانوا جزء من مخطط دولي لتقسيم الدول باختصار يعني. وبعدين الحقيقه زي ما احنا بنقول، اذا احنا بنبص للمستقبل، انا اعتقد انه في تفاصيل كتير عن تحالف 30 يونيو، استعاده هذا التحالف بقوته وزخمه، انه ان احنا نبقى قادرين على تطوير ادائنا، ويبقى فيه حريات تعبير اكتر، يبقى فيه تحالف اكبر من القادرين على التفاهم وعلى مواجهه المشكلات المختلفه، زي ما بيحصل في كورونا. يعني الحقيقه اغلبيه واقفه مع الدوله ومع الحكومه، وشايفه انه في اداء بتتكلم من داخل المنظومه، وقد تصحح اشياء او يحصل اخطاء فالحكومه تتراجع او تبدا تطور وتتعامل. يعني الحقيقه انه احنا محتاجين اكتر الفترة الجاية التركيز على كلمة هذا الأمر، لأنه الحقيقة الاقتصاد يعني صمد بشدة ما كان يمكن أن يصل. وصلت الفكرة. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس التهيئة التنفيذي لجريدة اليوم السابعة.